سر مكاسب الاهلي؟ تصدق سؤال فعلا حلو. الله، هو انتوا يعني في فريق بياخد الدوري حاصل جمع كل الانديه المنافسه الشقيقه مجتمعه؟ ايه السر يعني بقى؟ 42 في 19، وخدوا بالكم رئيس الاتحاد استاذ عمرو جناني للسنه الثانيه على التوالي، والاهلي يتوج بطل الدوري في وجود واحد اقرانه بيوصفوه ان هو مشجع زملكاوي درجه ثالثه، لكن يحسب له ان هو موجود، بس خدوه علامه. سلمنا كام كاس؟ 5 كؤوس. اه السنه اللي فاتت الدوري، كل كاس منه غالي قوي، والسوبر، كل وثلاث كؤوس او كاسين، وكان مشارك في التالي. زي ما ده دليل على نقاء بطولات الاهلي اللي البهوات بيشككوا فيها، دليل كمان على سلامه عمل الاتحاد وعلى راسه واحد زملكاوي كبير بقيمه عمرو الجنايني. بس المهندس عادلي سال سؤال، طب ايه؟ فين يعني سر الاهلي ده ايه؟ الاعلام الكبير الاستاذ تامر امين حاول الاجابه على هذا السؤال الحائر. في ناس تسال يقول لك هو ليه الاهلي بيكسب على طول او بيكسب معظم الوقت؟ فبيقعدوا دايما يودوا دماغهم للحاجات السهله، المبررات السهله، يقول لك اه يا عم ما هو اصل الحكام بيكسبوهم، وكان كل الحكام مرتشين. او يقول لك لا والله ده نادي الدوله. نادي الدوله يعني ايه؟ نادي الدوله يعني هو نادي كمؤسسه من مؤسسات الدوله؟ اه هو مؤسسه من مؤسسات الدوله، زيه زي الزمالك، زيه زي الاسماعيلي، زيه زي الاتحاد السكندري، مؤسسه من مؤسسات الدوله، اذا كان ده المعنى. لكن نادي الدوله يعني بتاع الدوله، الدوله كلها بتشجع النادي ده وعايزاه يكسب. تاني ده كلام اقرب الى الخرافه. وبعدين ده بالصدفه، بالصدفه البحته، معظم او لم يكن 80% من قيادات الدوله هذه المرحله انتمائهم الاصلي زملكاوي. يعني شوفوا عمرو الجنايني اهو رئيس اللجنه الخماسيه، اللي المفروض ان هو في منصب يعني رئيس اتحاد كره القدم، زملكاوي محدش بيهزر معاه، واتفرجوا على فيديوهاته القديمه ده كان يعني كانه مشجع في الدرجه الثالثه وبتاع. وزير الشباب والرياضه نفسه كادر زملكاوي مهم، وكان واحد من ابطال نادي الزمالك. فكلام الحقيقه ما بيخشش عقل بني ادم. فاضل بقى المؤامره الكونيه، ان الكون كله بيتآمر عشان الاهلي يكسب. فانا عشان اريح الكل، الاهلي بيكسب في رايي لسببين او ثلاثه بساط جدا. واحد، السبب الاول عشان الاهلي تقريبا النادي الوحيد اللي منظومه. يعني النادي بيتعامل وبيشتغل بفكر المؤسسة المتكاملة، مش شخص. للأسف الشديد معظم الأندية، معظم الأندية قائمة على شخص. لو اتغير هذا الشخص أو مشي هذا الشخص النادي يتهز بشكل كبير. ليه؟ لكنه كان قائم على هذا الشخص. لكن الأهلي آه بيبقى رؤساء مجلس إدارته نجوم، بس مش هم اللي بيبقوا حجر الأساسي في البتاع. يعني صالح سليم وعبد صالح الوحش وحسن حمدي والخطيب، بتكلم على اسماء تخض. ومع ذلك شيل بكره لا قدر الله، يعني شيل بكره محمود الخطيب من المنظومه كده، انا بقول لكم الاهلي هيمشي زي ما هو. رقم اتنين زي ما قلت لكم، انه اللي بيجي بيعلي شعار الاهلي فوق الجميع. رقم ثلاثة، ثقافه الفوز. أنا بقول لكم أسباب لو اتحللت هتعرفوا بجد إن ثقافة الفوز بتتزرع عند كل واحد بيلبس التيشيرت الأحمر. وأشياء أخرى كثيرة، لكن يهمني في الأساس إن أنا أقول إن الأهلي منظومة كبيرة يجب إنها تحافظ عليها، ويجب على باقي الأندية إذا كانوا عايزين يبقوا زي الأهلي يفتحوا الكتالوج ويشوفوا الأهلي بيعمل إيه، وهو ده طريق النجاح. ثلاث اسباب من وجهه نظر الاستاذ تامر هلخصها بسرعه. الاهلي منظومه تعمل بعمل مؤسسي، لا تتاثر بالفرد، لان الفرد بيخش بينفذ ثقافه وتقاليد ونظام المؤسسه اللي هو جاي عليها، وبيلتزم بها التزام لصيق، وكل واحد بطعمه وقدراته. نمره اتنين، انه هو الاهلي فوق جميع ابنائه في اطار النادي الاهلي. تخرج بالنادي الاهلي تبقى مصر فوق الجميع. وأول من يلتزم بهذا المعنى هو النادي الأهلي نفسه وجماهيره. إذا داخل الأهلي بينه وبين جماهيره الأهلي فوق الجميع. ثم ثقافة الفوز، ده جزء مهم جدا.
الثقافة اللي مبنية على تقاليد عريقة وتاريخ طويل صعب تنتزعها. اللي بيخش بيقول لك الناشئ من أول يوم، مش منشغل إن يعلمك تكره المنافس، مش منشغل يعلمك إن أصل المنافسين بيكسبوا إزاي وإحنا بنتعرض لمؤامرة، لا بيقول له أنت البطل، أوعى تفتكر إن المركز الثاني ده مش هتتحاسب على إنك مقصر، المركز الأول والأول فقط. أنت لما بتسعى للأهداف البعيدة بتوصل لأهداف أخرى حتى لو ما حققتش البعيد، لكن بتفضل في الصدارة. هذا هو النادي الأهلي، وأعتقد إنه تلخيص بليغ.